بعض كتب الطب النفسي بتوصف شكل معين من أشكال الاكتئاب اسمه اكتئاب ما بعد النجاح وهي إن حد بيكون بيسعى ويجتهد بكل طاقته علشان يحقق حاجة معينة وبيعمل كل حاجة علشان يوصل للهدف ده لكنه بمجرد ما يحقق اللي نفسه فيه ويوصل لهدفه ويلقى حلم حياته يصاب بأعراض اكتئاب غير متوقعة وغير مفهومة تخليه ما يحسش بطعم النجاح ولا يفرح زي ما كان متوقع أو ممكن يتظاهر بالفرح رغم حزنه، الغريب هو إن عقل الشخص ده بيكتشف فجأة بوعي أو بدون وعي إن كل اللي كان بيجري وراه ده مش تبعه، وإن سعيه واجتهاده وكفاحه الطويل كان لتحقيق هدف لا يخصه، وكأنه بعد كل الرحلة دي اللي ممكن تمتد سنوات وربما عمره كله بيلاقي نفسه أمام سراب. عشان كده الحل انك لازم تخطط لكل خطوه انت بتعملها وتقيم كل فتره الخطوات دي وتشوف ايه اللي ممكن يتحسن او حتى يتغير رتبوا حياتكم كل شويه وكملوا مع الكويس ووقفوا مع اللي مش مناسب الحق نفسك الحق نفسك